صراحة احنا فرحانين بالتأهل هذا. اللاعبين قدموا واحد المباراة اللي كانت كبيرة، رغم الخصم ما كانش في المستوى الكبير، ولكن ما خصناش نحقروا الخصم. لعبة داروا اللي عليهم، الحمد لله احنا تأهلنا، وان شاء الله ان شاء الله من نوصلوا ان شاء الله طبيعة الحال. وكنت من ان شاء الله من ندخلوا الجروبات، حنا دابا دخلنا، ولكن من ان شاء الله غندخلوا غنلعبوا الماتشات ديالنا نكونوا في مستوى احسن ان شاء الله. صراحة دابا حنا كنفكروا ماتش بماتش، يعني دابا خصنا نفكروا في المباراة ديال الفتح، من بعد عندنا جديدة، وكيف ما كيعرف الجميع الديربي ان شاء الله غادي نفوزوا فيه ان شاء الله. شوف، فريق الرجاء الرياضي كيلعب على جميع الالقاب، فريق كبير عالمي، احنا ان شاء الله لاعبين على جميع الالقاب هذا العام ان شاء الله. لا جميل 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 جميل.